استوني وشرفتوني. ده نورك يا قبر. كوباية الشاي بتاعت نعمات اللي تعدل المزاج. تفضلي يا اختي. سيبك من الشاي بقى وفهميني. مفيش غير اللي قلتهولك. انت هتلفي وتدوري عليا يا نعمات؟ والف وادور عليكي ليه؟ مديناني ولا ماسكه عليا حاجه؟ طيب فهميني، سبتي الشغل ليه؟ حد ضايقك ولا يكونوا اتهموكي بحاجه؟ فشر وفي حد يستجري؟ ده فلوس مع قبلة نعمات بتزيد ما بتقلش. يا اختي هو حد يكره الفلوس تزيد؟ بس هتزيد منين وهي قعدت من الشغل؟ وانت يا اختي عارفه البير وغطاه، اخوكي مكفي البيت بالعافيه، ما معهوش مليم زياده يميل عليكي بيه. مستوره يا فاكيه، انا نزلت ادور على الشغل تاني يوم سبت فيه الشغل. وهو انت هتلاقي شغل بالسهل؟ حلني بقى. اللي زي ما بيغلبش قعدتي مش هتطول. ما تخافيش مش هتقل على حد. ربنا ما يحوجك لحد ابدا يا قبل. تسلميلي يا انيس. اقعدي تغدي معانا. لا النوبه الجايه، يا دوب الحق اروح احضر الغدا لاخوكي الاحسن بيرجع هلكان. تكون بعافيه. الله يعافيكي يا اختي، الله يعافيكي. انيس ونورتي. كنت هنسى مصاريف الواد سلامه. ربنا ما يحرمناش منك ابدا، والله يجون في وقتهم. حاكمنا على جزمته دب ولازم انا اجيب له واحده جديده. ولو ان بعد ما سبتي الشغل مش هتقدري تبعتي الشهريه اللي كنت بتبعتيها. مالكيش دعوه بمصاريف المدرسه بتاعت الواد، انا ملزمه بيها، انا هتصرف. المهم الواد يروح المدرسه ويكمل تعليمه. ايوه امال ايه؟ ما تطوعيش منصور انه يخليه يسيب المدرسه ويروح يشتغل. كتر خيرك يا اختي، فوتك بعافيه. الله يعافيكي. والله لولا العيبه كنت هبشت فيها. سيبك منها، انا اتعودت على كده. دي بدل ما تقولك ان شاء الله هتلاقي شغلانه احسن قاعده بتقطمك، وكل اللي هاممها مصلحتها. طمنيني انت عليكي، رجعت الشغل ولا لسه؟ رجعت امبارح، اول ما عرفت انك مشيتي قلت لازم اجي اطمن عليكي. صدقي بيه الله يكرمه، ما خلاهمش يخصموا مني ايام الغياب اللي فاتت. يا سلام عليه الراجل ده، بيب صحيح.